هذا وتلعب جمهورية مصر العربية الشقيقة دورا محوريا سياسيا مهما اقليميا ودوليا في سبيل الحفاظ على وحدة وتماسك وامن الدول. نعم، فسياسة مصر الخارجية نجحت في ترسيخ ثقافة الانفتاح على مختلف دول العالم من خلال تعزيز اوجه التعاون الاستراتيجي وخلق أرضية صلبة من الشراكة الفاعله بين البلدان الشقيقة والصديقة. دبلوماسية متزنة استطاعت من خلالها جمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة رئيسها عبد الفتاح السيسي من تحقيق نجاح ملموس على صعيد سياستها الخارجية في مختلف دوائرها العربية والإسلامية والإفريقية والدولية وانعكست إيجابا لصالح شعبها والمنطقة والعالم الأمر الذي حقق العديد من أهداف ومصالح مصر الاستراتيجية، ونتج عنه دعم واسع من قبل المجتمع الدولي لجهود القاهرة في ترسيخ الاستقرار والتنمية والتقدم، ولأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي حرصت مصر على دعم امن واستقرار الخليج العربي وتعزيز التعاون الاستراتيجي البناء بين الدول الخليجيه وزياده روابط خصوصيه وتميز العلاقات المصريه الخليجيه اما البعد العربي في سياسه مصر الخارجيه ارتكزت محاورها في ضروره الحفاظ على وحده وتماسك الدول العربيه باعتبار ان الامن القومي العربي يرتبط ارتباطا وثيقا بالامن القومي المصري وفي القاره الافريقيه التي ترتبط دولها ارتباطا مباشرا بالامن القومي المصري فقد شهدت تناميا مشهودا في العلاقات المصريه الافريقيه واهتماما كبيرا بدعم جهود الاندماج الاقتصادي بين دول القاره هذا وشهدت العلاقات المصرية الأوروبية دفعة قوية وحرصا على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات والقطاعات، كما نجحت مصر في الوقت ذاته في تحقيق تقارب سياسي وفتح آفاق التعاون الاقتصادي مع دول أمريكا اللاتينية. ونظرا لهذا الانفتاح والتعاون الذي يجمع مصر بدول العالم جنت أرض الكنانة ثمار سياستها الخارجية بحصولها على مقعد غير دائم في مجلس الأمن وترؤس لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس وترؤس القمة العربية والجمع بين عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ هذه المنجزات الدبلوماسية المصرية تؤكد على ما تحمله القاهره من ثقل ومكانه دوليه رفيعه المستوى في رسم خريطه السياسه الاقليميه والدوليه